عليكم ورحمة الله. نكمل حل كتاب جيم لصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2023 صفحة 70 من الوحدة الثانية. السؤال الأول: Unfortunately there is still some space against women. يبقى هنا هيبقى بريتجس اللي هو لسه في تعصب لسوء الحظ ضد المرأة. السؤال الثاني: Many young women succeeded in challenging the space about women in our society. هتبقى ستيريو تايب، يبقى كثير من السيدات الشباب استطاعوا إن هم يقضوا على الصورة النمطية للسيدات في المجتمع. السؤال الثالث: The film is quite scary but it might also young children's imaginations. يبقى هنا هتبقى سبارك اللي هو يبعث على الشر او يجعل او يدخل في مخيلات الاطفال افلام المرعبه. السؤال الرابع: As Ashraf was not a hard worker it took him 7 years to space in law. هتبقى كواليفاي، ولان اشرف لا يعمل بجديه في عمله فاخذ منه 7 سنوات حتى يتاهل الى المحاماه او العمل في القانون. السؤال السادس: After I watch the match I will watch it all the match in this tennis. هتبقى tournament اللي هي بمعنى دورة تدريبية أو دورة رياضية في التنس. بعد ما اتفرجت على هذا الماتش أنا دايما هتفرج على المباريات في الدورة الرياضية للتنس. السؤال السادس: The students who complete the course successfully will be based a diploma. هتبقى awarded أن الطلاب الذين سوف يكملون الكورس أو الدورة التدريبية بنجاح سيحصلوا على الدبلومة أو سوف ينالون وسام الدبلومة. السؤال السابع: It is believed that Einstein خلاص لما Einstein يبقى physicist اللي هو عالم فيزياء اللي جاب رقم دي. وكده السؤال الثامن: Tomorrow there is an important meeting and the whole staff are expected to هتبقى attend. بكرة في اجتماع مهم ومنتوقع أن كل الستاف سوف يحضر الاجتماع، جاب رقم 6. وكده السؤال التاسع: With the new players our team will be a tough one to هتبقى beat. مع اللعيبة الجداد الفريق بتاعنا من الصعب التغلب عليه. السؤال العاشر: My friend and I going to enter an athletics. هتبقى athletics competition اللي هي مسابقة رياضية. بعد كده السؤال ال 11 السؤال ال 11 Our really science on fossil fuels is a real space to fighting pollution in the world. هتبقى obstacle بمعنى عائق، يبقى العائق الذي يواجه محاربة التلوث هو الاعتماد على استخدام الوقود الحفري. السؤال ال 12: My parents always advise me to have more space to my own abilities. يبقى confidence، دايما والدي دايما بينصحوني ان انا اكون عندي ثقه بقدراتي. السؤال ال 13: In our company there is a system for space for employees who do their jobs well. هتبقى كده rewards. في يوجد سيستم او نظام في الشركه بتاعتنا ان هم يدوا للموظفين حوافز او جوائز اللي بيعملوه بشكل جيد. يبقى الجواب رقم بي. بعد كده السؤال 14: مارس اللي هو كوكب المريخ، فنختار بلانيت اللي جاب رقم بي. السؤال 16: I think it is an space for our athletes to represent their country in the Olympics. هتبقى owner أو owner. أنا أعتقد أن شرف لي اللعيبة أن يمثلوا دولتهم في دورة الألعاب الأولمبية اللي جاب رقم بي. بعد كده السؤال 16: هنا coal و gas and oil are kinds of fossils. هتبقى fossil fuels، الفحم والغاز والبترول هو نوع من أنواع الوقود الحفري اللي جاب رقم بي. السؤال 17: Have you had any space treatment? Treatment اللي هو علاج، يبقى علاج كيميائي medical، يبقى medical treatment علاج طبي أو علاج كيميائي. لا، هو علاج طبي اللي جابكم دي. السؤال 18: In many countries the wind is used to electricity generators اللي هي تستخدم الرياح في كثير من الدول في توليد الطاقة الكهربائية، يبقى جابها رقم سين. السؤال بعد كده اللي هو سؤال 18 و 19 عشان الرؤية عندي مش واضحة كويس. Our teacher of English has great ability to space students to do better. يبقى هنا aspire ان مدرسنا للغة الانجليزية عنده قدرة عظيمة لحث الطلاب على ان يفعلوا ما احسن من لديهم افضل من لديهم. بعد كده صفحة 71 السؤال 20: The local company don't really deserve that bad space they have gained over the years. هتبقى reputation اللي هي بمعنى سمعة، تمام. يبقى الشركة المحلية لا تستحق هذه السمعة السيئة التي اكتسبتها أكثر على مدار السنين. السؤال 21: محمد صلاح is now space in the top 10 of all African and world football bowlers اللي هم لعيبة كرة القدم. هو من أفضل اللعيبة في مرتبة من 10 أفضل لعيبة في العالم في أفريقيا والعالم. يبقى اللي جاب رقم سي رانكد مرتبة. سؤال 22: The hospital space working is working hard to improve the service presented to the patients. يبقى administrations اللي الإجابة رقم administration اللي الإجابة رقم 6. سؤال 23: This test measures children's space in reading, spelling and math. هتبقى achievement، هذا الاختبار يقيس إنجاز الطلاب في القراءة والتهجي ومادة الرياضيات. السؤال 24: محمد صلاح has been a positive role space for many young men all over the world. هتبقى model، محمد صلاح أصبح نموذج أو مثال يحتذى به إيجابي لكثير من الشباب حول العالم. السؤال 25: Most young people get all their space about
بوليتكس فروم واتشنج ذا تلفزيون. يبقى نوليدج، الكثير من الشباب بيحصلون على المعلومات او المعرفه بالسياسه من خلال مشاهده التلفاز. السؤال 26، ذا بايلوت واز فورسد تو ميك ان سبيس لاندنج، هنقول الطيار تم اجباره او تم اجباره على الهبوط اضطراريا او هبوط الطوارئ، يبقى ايمرجنسي بمعنى الطوارئ. سؤال 27، ذا تشيلدرنز سبيس ان ماي فيفورت كلوز ستور سيلز اوايد رانج اوف جود كواليتي كلوز، هتبقى ديبارتمنت اللي هو قسم الاطفال. بعد كده السؤال 28، فلورنس نايتنجيل ذا The real founder of nursing was a base for the British Army during the war، اللي هي كانت متطوعة في الجيش البريطاني خلال الحرب. السؤال 29، part of Giza Metro line goes through a space under the Nile، يبقى تانيل، جزء من مترو الجيزة بينزل تحت في النفق تحت نهر النيل. السؤال بعد كده 30، هيلينا سيدراوس was a very space woman، هتبقى determined اللي هي عندها إصرار، اللي هي أكثر من أكثر السيدات التي لديها إصرار. بعد كده السؤال الكام يا ربي، سؤال 31، ذا اولمبيك ميدال وينرز هاف ريسنتلي سبيس اووردز، يبقى وان اووردز. السؤال 22، ماي فاذرز اركيتكتشر اوفيس سبيشاليزز سبيس انترو ديزاين، يبقى ان. السؤال ال 33، شي ديفايد هير بيرنتس اند دروبد اوت اوف سكول، ذا فيرب ديفاي از سينونيم اوف ذا فيرب، ذا فيرب ديفاي ديفاي بمعنى يتحدى، السينونيم بتاعتها يبقى تشالنج تحدي، ديفاي تشالنج التحدي. السؤال 24، As a businessman wanted to make a financial space to the charity in the countryside، يبقى contribution اللي بمعنى المساهمة. السؤال 25، 40 members of our family got together to space my grandfather's birthday، يبقى celebrate، 40 عضو في أسرتنا أو عائلتنا هيعملوا عيد ميلاد لجدنا. بعد كده السؤال 36، مستر سامح سبيس هيز دكتورز ادفايس اند وينت اون ا لو فات دايت، يبقى توك أخذ بنصيحة الدكتور الأستاذ سامح. السؤال 37، After 7 years at the university, my son qualified a doctor. يبقى as a doctor لما بيجي بعدها الوظيفة. بعد كده سؤال 38، I've always looked to my father for his، يبقى هنا up اللي جاب رقم C. سؤال 38، There have been great advances in the space of cancer، هنا of cancer اللي هو مرض الكانسر، يبقى treatment اللي هو علاج لمرض الكانسر. بعد كده السؤال 40، هنا the adjective professional is the antonym of the adjective، عكس كلمة professional ايه؟ يبقى efficient. انفيشينت اللي هي الإجابة رقم C اللي هي دون تأثير.